احنا بنتعامل مع اي شخص انه هو فقط انسان بعيدا عن دينه او جنسه او عرقه او لونه. عند تقديم خدماتنا الإنسانية والإغاثية المتعددة، الأولوية دائماً بتكون للشخص أو المجتمعات الأكثر احتياجاً. إحنا ما منتدخل في الخلافات السياسية أو الدينية أو غيرها، لنحافظ على ثقة الجميع فينا ليسهل وصولنا لكل محتاج ونساعده في كل زمان ومكان. دائماً بنعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المحلية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي بتمر فيها المجتمعات. بعملنا الإنساني ما مننتظر أي مقابل مادي، هو فقط نابع من رغبتنا لرسم البسمة على وجوه الناس ومنحهم الأمل بحياة أفضل. كنا في الجمعية إيد واحدة لنوصل لكل فلسطيني بحاجة خدماتنا الإنسانية والإغاثية في كل زمان ومكان. كل العالم يواجه تحديات إنسانية عديدة ممكن نتخطاها بأن نساعد بعضنا البعض، إن مسؤوليتنا جميعاً بأن نعيش بعالم ما في معاناة. الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، التطوع، الوحدة، العالمية.